السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم بدرس جديد من دروس مادة الفيزياء للصف الحادي عشر العلمي. موضوعنا اليوم يتكلم عن الموجات، وخاصة الموجات الواقفة أو الموجات الواقفة والنغمات التوافقية. مؤشرات الأداء: يتعرف الموجة الواقفة، ما هي الموجة الواقفة؟ ويحسب ترددات النغمات التوافقية لخيط مهتز. الموجات الواقفة على خيط مهتز. تساؤل: انظر عزيزي الطالب إلى الصورة المبينة جانبا، كم خيطا ترى في الصورة؟ للوهلة الأولى يظن الناظر إلى هذه الصورة أن هناك 5 خطوط أو 5 خيوط. لماذا؟ لأن لدينا 5 خطوط، وهذا غير صحيح. في الحقيقة يوجد خيط واحد وليس 5 خطوط أو خيوط. لماذا؟ لأن الصورة تتحرك بسرعة كبيرة، أو الخيط يتحرك بسرعة كبيرة كما المروحة. إذا كانت المروحة تتحرك بسرعة كبيرة فإنك لا تستطيع أن تميز أذرعها، إن كانت ذراعين أو 3 أو 4. لماذا؟ لأن عين الإنسان غير قادرة على تمييز الصور سريعة الحركة. وهنا يحصل نفس الشيء، حيث أن لدينا خيط واحد ولكن يتحرك بسرعة كبيرة، فيبدو وكأنه 5 خيوط، ولكن الخيط ما هو إلا خيط واحد في مواضع مختلفة. فلو نظرنا إلى هذه الصورة التي تبين موضع الخيط في أزمنة مختلفة، فعندما كانت تي تساوي 0 كان هذا شكل الخيط، وبعد ثمن زمن دوري كان هذا شكل الخيط هكذا، وبعد ربع زمن دوري كان هكذا خط مستقيم، وبعد 3/8 الزمن الدوري أصبح هكذا، وبعد نصف زمن دوري أصبح معكوسا عكس الشكل الابتدائي، ثم تعود الكرة مرة أخرى هكذا إلى أن نحصل على الشكل الابتدائي، وتتكرر العملية باهتزاز موجة الخيط للأعلى وللأسفل، ويحصل لدينا الشكل المبين والذي يظهر وكأنه عبارة عن مجموعة من الخيوط رغم أنه خيط واحد. هذا الشكل للموجة أو النمط يسمى بالموجة الواقفة، وتعرف هذه الموجة الواقفة بأنها نمط موجي كما الأنماط الأخرى التي نراها من نمط للتداخل والحيود وما إلى ذلك. فالنمط أو الموجة الواقفة عبارة عن نمط موجي ينتج من تداخل موجتين لهما نفس التردد ونفس الطول الموجي ونفس السعة، تنتشران في اتجاهين متعاكسين، بمعنى الموجة الأولى تنتشر نحو اليمين مثلا، الثانية تنتشر نحو اليسار
بنفس السعة ونفس الطول الموجي ونفس التردد، وما نراه حقيقة هو ناتج عن تداخل الموجتين معا. فهذا الشكل في هذه اللحظة هو ناتج عن تداخل موجتين في شكل معين، كانت الأولى قمة مثلا، هنا قمة وهنا قاع، والأخرى بنفس الطريقة، وهذا الموضع عبارة عن تداخل موجتين، الأولى تتجه نحو اليمين والأخرى نحو اليسار بعد انعكاسها عن الحاجز، وهنا أصبح تداخل الموجة الأولى نحو اليمين والأخرى نحو اليسار تداخل هدام تام، بحيث أن الإزاحة تساوي الصفر. وهنا مرة أخرى، لأن الموجة الأولى تنتشر نحو اليمين، الموجة الثانية تنتشر نحو اليسار بنفس التردد والطول الموجي والسعة، وما نراه هو محصلة إزاحة الجزيئات أو جزيئات الحبل للموجتين معا نتيجة التداخل. لماذا سميت هذه الموجات بالواقفة؟ وهل يمكن الحصول على أنماط أخرى؟ إذا كانت الإجابة بنعم، وضح كيف يمكن ذلك. سميت هذه الموجات بالواقفة لأن بعض النقاط لا تتحرك إطلاقا، ساكنة في جميع الحالات. لو نظرنا إلى هذه النقطة مثلا على الحبل، أو هذه النقطة، أو هذه النقطة واقفة، وهنا تبين هنا هذه النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة، دائما تبقى واقفة ساكنة لا تتحرك. ولهذا السبب سميت بالواقفة، لأن هناك نقاط في الوسط، والوسط في حالتنا هذه هو الخيط، لا تتحرك إطلاقا، ساكنة واقفة، تسمى هذه النقاط الواقفة بالعقد، ومفردها عقدة، بحيث يحدث عندها تداخل هدام تام دائما. ويمكن الحصول على أنماط أخرى للتداخل أو للموجات الواقفة بعدة طرق. من هذه الطرق يمكن تغيير سرعة الموجة في الوسط، ونحن نعلم عزيزي الطالب أن سرعة الموجة تعتمد دائما على الوسط. لتغيير سرعة الموجة يتم تغيير الوسط. في حالة الخيط يمكن تغيير سرعة الموجة بطريقتين، إما تغيير الخيط باستبدال الخيط بخيط يكون أكثر سمكا أو مصنوع من مادة مختلفة، أو يمكن تغيير نفس الخيط، يبقى نفس الخيط وتغيير السرعة من خلال زيادة أو نقصان قوة الشد، حيث قوة الشد تؤدي إلى زيادة سرعة الموجة في الوسط. ويمكن الحصول على نمط لموجة واقفة من خلال تغيير تردد المصدر، حيث تردد الموجة دائما يعتمد على تردد المصدر. فإذا ما تم تغيير تردد المصدر تغير نمط الموجة الواقفة. ويمكن أيضا تغيير نمط الموجة من خلال تغيير طول الخيط باستبدال الخيط بخيط أطول أو أقصر حسب قيم معينة سندرسها لاحقا. لكن مما تتكون الموجات الواقفة؟ لو نظرنا إلى الشكل السابق والذي يمثل حركة الخيط في مواضع أو في أزمنة مختلفة،
للاحظنا بأن هناك نقطة أو نقاط لا تتحرك إطلاقا، هذه النقاط لهذه النقطة في المركز في الوسط لا تتحرك، جميع الأجزاء تتحرك ما عدا هذه النقطة والنقاط على الأطراف. هذه النقاط تسمى عقدا وتبقى ساكنة، بينما بقية النقاط، جميع النقاط ما عدا هذه النقاط، تهتز وتتحرك، وبذلك تسمى نقطة العقدة باللغة الإنجليزية بالنود، والنود الحرف الأول هو حرف الN، فالعقدة تأخذ الرمز N. بينما لو نظرنا إلى النقاط الأخرى، ولو أخذنا النقاط أو النقطة الواقعة على الخيط في هذا المكان في مواضع مختلفة، للاحظنا بأنها تتحرك ولكن لها سعة محددة، أقصى سعة عند هذه النقطة أو هذه النقطة، ولكن هنا إزاحة في زمن معين إزاحتها. لو نظرنا إلى هذه النقطة لاحظنا أن لها أيضا إزاحة أو سعة تختلف عن جارتها، لن تتجاوز هذه النقطة هذه السعة إطلاقا في جميع الظروف، وهذه النقطة لن تتجاوز هذا المكان في جميع الظروف، لكن الإزاحة قد تكون أقل لكن السعة لن تتجاوز هذه. ولو أخذنا نقطة هنا مثلا لاحظنا بأن أقصى إزاحة أو أقصى سعة يمكن أن تحصل عليها عند هذا الموضع، وبذلك كل نقطة على الحبل أو الخيط لها سعة مختلفة، وهذا يختلف عن الموجة، حيث الموجة كل نقطة في الوسط، وهذا الوسط يمر به موجة أو تمر به موجة، كل نقطة يمكن أن تكون قمة وقاع ونقطة الصفر نقطة اتزان كل نقطة، بينما في الموجة الواقفة بعض كل نقطة لها سعة محددة لا يمكن أن تتجاوزها، وهذا فرق جوهري ما بين الموجة والموجة الواقفة. الموجة الواقفة كل نقطة لها سعة محددة، بينما الموجة العادية كل نقطة يمكن أن تأخذ قيمة عظمى وقيمة صغرى، قمة وقاع وما إلى ذلك. بعض نقاط الخيط تهتز بأقصى سعة، لو نظرنا إلى هذه النقطة أقصى سعة، وهنا أقصى سعة، هنا أقصى سعة، أقصى سعة عن السعات الأخرى. هذه النقاط تسمى بطونا من بطن، مفردها بطن، وباللغة الإنجليزية تسمى أنتي نود، نود عقدة وأنتي نود بطن. وتعرف العقدة بالموضع من الخيط أو الوسط الذي تكون عنده سعة الاهتزاز دائما صفرا فيكون ساكنا، ولهذا أخذت الموجات الواقفة الاسم من هذا التعريف من العقد. بينما البطن بالموضع من الخيط الذي تكون عنده سعة الاهتزاز أقصى قيمة ممكنة للموجة الواقفة. ما العلاقة بين الطول الموجي للموجات الواقفة وطول الخيط؟ انظر عزيزي الطالب إلى الشكل الموضح هنا بالصور، والذي يمثل خيط تم تغيير تردد الاهتزاز، فحصلنا على الشكل الأول والشكل الثاني أو الاحتمال الثاني والشكل الثالث أو الاحتمال الثالث وأخيرا الاحتمال الرابع، ويمكن أن نحصل على أشكال أخرى. لو نظرنا إلى هذا الجدول، ما عدد العقد في الشكل الأول أو الاحتمال الأول، والعقد في الشكل أو الاحتمال الثاني،
وفي الثالث وفي الرابع؟ وكم عدد البطون في كل شكل من الأشكال الموجودة؟ وما العلاقة بين الطول الموجي أو لمدة بطول الخيط؟ يعني هذا الخيط كم طول موجي يمثل؟ طول الخيط هو هذا الطول أو هذا الطول، لكنه مرن له قابلية الامتطاط، يزداد طوله وينقص. وما العلاقة بين طول الخيط بدلالة الطول الموجي L؟ لو نظرنا إلى الاحتمال الأول لوجدنا أن لدينا عقدتين، العقدة الأولى عند الطرف الأول والعقدة الثانية عند الطرف الثاني، ولدينا بطن واحد عند أقصى قمة، والبطن دائما يوجد بين عقدتين في منتصف المسافة بين عقدتين متتاليتين، عقدة وعقدة يوجد بطن، عقدة وعقدة يوجد بطن، والعقدة أيضا يمكن تعريفها بأنها توجد دائما بين بطنين متتاليين ما عدا الحالة الأولى التي لا يوجد بها إلا بطن واحد. هنا بطن بين عقدتين، بطن بين عقدتين وهكذا. العلاقة بين الطول الموجي بدلالة طول الخيط، هذا الشكل يمثل حقيقة نصف طول موجي، وبذلك إذا احتجنا إلى طول موجي كامل نحتاج إلى هكذا الشكل، فيكون 2L، يعني لمدة يجب أن تساوي ضعف طول الخيط. ما العلاقة بين لمدة مقلوب العملية؟ بمعنى إذا كانت لمدة تساوي 2L فإن L يساوي نصف لمدة، يعني طول هذا الخيط هو نصف طول موجي، نصف موجة. بينما لو نظرنا إلى الاحتمال الثاني لوجدنا أن لدينا عقدة، اثنتين، ثلاث عقد وبطنين، نستنتج أن عدد العقد دائما أكبر من عدد البطون بواحد. في الشكل الأول عقدة، عقدتين، بطن واحد، اثنين أكثر عن الواحد بواحد، عقدة، عقدتين، ثلاث عقد، بطنين. في الشكل الرابع أو الثالث عقدة، اثنين، ثلاث، أربع عقد، ثلاثة بطون. في الشكل الأخير واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس عقد، أربعة بطون. إذن في الشكل الثاني لدينا ثلاثة عقد، عدد البطون أقل بواحد، هنا موجة كاملة، إذن طول الخيط يمثل بلمدة، وبذلك يمكن القول بأن لمدة تساوي L أو L يساوي لمدة، ولمدة يمكن أن نكتب لمدة واحد لمدة أو اثنين على اثنين، لأن اثنين تقسيم اثنين يساوي لمدة، ولنا هدف من كتابتها بهذه الصورة. لو نظرنا إلى الاحتمال الثالث لكان لدينا أربع عقد، واحد، اثنين، ثلاث، أربع عقد وثلاثة بطون، والطول الموجي يعطى باثنين L على ثلاث. لماذا؟ لأن لدينا موجة ونصف، أي الموجة الكاملة تمثل ثلثي طول الخيط، وبذلك ثلثي 2 على 3 من L. لو عكسنا العملية لإيجاد L بدلالة لمدة لكان الجواب 3 على 2، أي لدينا موجة ونصف، طول الخيط يساوي موجة ونصف، طول الموجة يساوي ثلثي L. في الحالة الأخيرة لدينا موجتين كاملات، لدينا خمس عقد وأربعة بطون، والطول الموجي، هذا هو الطول الموجي، يساوي نصف طول الخيط، وبذلك يمكن كتابة طول الخيط بأنه عبارة عن أربعة أنصاف طول موجي، يعني هذا نصف، نصفين، ثلاثة أنصاف، أربعة أنصاف.
هنا طول الخيط 3 أنصاف، هنا طول الخيط 2، وهكذا. لو نظرنا إلى الصف الأخير من الجدول لاحظنا بأن طول الخيط بدلالة طول الخيط L بدلالة الطول الموجي لمدا يعطى بالعلاقة 1/2 لمدا، يعني نص لمدا أو نصفي لمدا أو 3 أنصاف لمدا أو 4 أنصاف لمدا، والواحد هي عدد البطون من هنا، 2 من هنا، أي لدينا بطنين. إذا كان لدينا بطنان فلدينا 2 لمدا على 2، إذا لدينا 3 بطون 3L على 2، 4 بطون 4 لمدا على 2. ومن هنا نستنتج العلاقة بين الطول الموجي وطول الخيط من خلال العلاقة أن دائما طول الخيط يساوي عددا صحيحا 1 2 3 4 من أنصاف طول الموجة لمدة على 2، أو بالعلاقة الرياضية يمكن كتابتها بالشكل L تساوي N لمدة على 2، وإن عدد صحيح يأخذ القيم 1 أو 2 أو 3، ودائما إن تمثل في هذه المعادلة عدد البطون. ولو أردنا أن نحول المعادلة إلى عدد العقد لكان يجب علينا تعديل هذا القانون إلى مثلا إن شرطة ناقص 1، حيث إن شرطة تمثل عدد العقد بدلا من عدد البطون، لأن عدد العقد يساوي عدد البطون ناقص 1، فعندما نقوم بعملية الطرح يصبح الجواب نفس الجواب. التوافقيات مضاعفات صحيحة من التردد الأساسي. انظر إلى هذا الشكل، ما هي العلاقة بين التردد وطول الخيط؟ في الاحتمال الأول، الثاني، الثالث والرابع. لو دققنا النظر لاحظنا بأن لدينا بطن 1، في الاحتمال الثاني لدينا بطنين، أي أن التردد بدأ يزداد. في الثالث لدينا 3 بطون، في الرابع لدينا 4، أي أن التردد كلما زاد عدد البطون كلما زاد التردد. نحن نعلم من العلاقة المشهورة للسرعة مع التردد والطول الموجي بأن التردد يعطى بالعلاقة V تقسيم لمدة، حيث V سرعة الموجة في الوسط ولمدة الطول الموجي. وبذلك يمكن كتابة F ب FN لأن لدينا أكثر من تردد، وN رقم أو عدد البطون في هذه الحالة. يمكن التعويض عن لمدة من المعادلة السابقة لتعطينا 2L على N، حيث L كانت N لمدة على 2، نجد لمدة بدلالة L فتكون 2L على N. بإعادة ترتيب الكميات نحصل على التردد FN يساوي N V على 2L، وإن تأخذ رقم 1 عدد صحيح أو 2 أو 3، وهذا الرقم يمثل عدد البطون في هذه المعادلة. من المعادلة السابقة يتبين لدينا أن أصغر قيمة للتردد هي تحصل عند الاحتمال الأول، أي عندما يكون لدينا بطنا واحدا أو N تساوي 1. لو عوضنا قيمة الواحد في المعادلة FN فيصبح لدينا V على 2L مضروبة في 1، V تقسيم 2L، و V تقسيم 2L ما هي إلا التردد الأساسي أو F1 للخيط المهتز،
وهي أقل تردد يمكن أن يكون نمط موجة واقفة. أما الترددات الأخرى، هذا هو التردد الأقل الأدنى بحيث بطن واحد وعقدتين، لكن ماذا عن الاحتمال الثاني والثالث والرابع؟ لو أمعنا النظر نلاحظ بأن التردد في المرحلة الثانية ما هو إلا ضعف التردد في الحالة الأولى، أو التردد في الاحتمال الثاني ضعف التردد الأساسي، وفي الحالة الثالثة أو الاحتمال الثالث 3 أمثال التردد الأساسي، وفي الاحتمال الرابع 4 أمثال التردد الأساسي. أو بصورة أخرى نستطيع أن نكتب Fn التردد، Fn يساوي N حيث N عدد البطون في F1، أو يطلق عليها برتبة التوافقية. والاهتزازات في الاحتمال الثاني والثالث والرابع يطلق عليها التوافقيات. التوافقيات وهي عبارة عن اهتزازات لموجات يكون ترددها مضاعفا أو من مضاعفات التردد الأساسي، حيث Fn رتبة تردد التوافقية N. فالاحتمال الثاني يسمى التوافقية الثانية، الاحتمال الثالث يسمى التوافقية الثالثة، والاحتمال الرابع التوافقية الرابعة، أما الاحتمال الأول فهو التردد الأساسي والتوافقية الأولى. وكما قلنا التوافقيات هي مضاعفات صحيحة من التردد الأساسي، أي 1، 2، 3 وهكذا. مثال: أي من الترددات 180، 150، 120 هيرتز وحدة تردد يمكن أن يكون نمط موجات واقفة على وتر مشدود طوله 0.5 متر وسرعة الموجات عليه 25 متر في الثانية. اشرح ذلك. ماذا أعرف؟ أعرف أن لدي 3 ترددات 120 هيرتز، 150 هيرتز، و 180 هيرتز. وأعرف أيضا أن طول الخيط L 0.5 متر، وأعرف أن سرعة الموجات في الوسط هي 25 متر لكل ثانية. ما هو المجهول؟ المجهول أي من هذه الترددات. المطلوب هنا أو المجهول ليس أن أحسب التردد لتوافقية معينة، لا، بل يجب أن أقرر أي من هذه يمكن أن يكون يكون نمط لموجة واقفة، بينما قد يكون الأول أو الثاني أو الثالث أو الأول والثاني وهكذا. يعني يجب معرفة N، أو يجب أن يتحقق شرط بحيث N يجب أن تكون عدد صحيح لحساب الF. فأي من هذه الترددات يعطيني عددا صحيحا إذا طبقت قانون Fn يساوي Nv تقسيم 2L. نستخدم معادلة Fn يساوي Nv تقسيم 2L، ولكن أعيد كتابة هذه المعادلة بحيث تكون Fn بدلالة N، وأطبق الترددات السابقة. فأي تردد يعطيني قيمة صحيحة لN يكون هذا التردد أحد الترددات الذي يمكن أن الذي يكون موجة واقفة. Fn تساوي Nv تقسيم 2L. إعادة كتابة هذه المعادلة نحصل على N يساوي Fn ضرب 2L تقسيم V.
يساوي 2 L نصف متر طول الخيط، و FN لا أعرف قيمة FN، V 25 باستخدام الآلة الحاسبة يمكن حساب هذه الكمية، ولتكن 0.04 مضروبة ب FN. الآن نطبق الترددات السابقة، التردد الأول والثاني والثالث لحساب N الناتجة. فلو افترضنا أن التردد الأول 180 هرتز كان تردد المصدر للموجة الواقفة، كم يجب أن يكون عدد البطون؟ N تساوي 0.4 ضرب 180، فكان الجواب 7.2. وهنا نلاحظ بأن N واحد ليست عددا صحيحا، إذن لا يمكن أن يكون هذا التردد موجة واقفة. لماذا؟ لأن القيمة N واحد أصبحت تساوي عدد ليس بالعدد الصحيح. في الحالة الثانية نقوم بضرب 4% في 150، فكان الجواب عدد صحيح 6. ومن هنا نستنتج بأن التردد الثاني يكون موجة واقفة ضمن الشروط المتوفرة، ألا وهي سرعة الموجة 25 متر في الثانية وطول الخيط نصف متر، لأن الموجة أو رتبة الموجة أو كون لي سوف يكون لي موجة واقفة ذات مضاع اللي هي التوافقية السادسة. بينما في الحالة الثالثة إذا استخدمنا 120 هرتز تكون N3 4.8، وهي أيضا عدد كسري لا يمكن أن يكون موجة واقفة. فيكون التردد الصحيح الذي يكون نمط موجات واقفة هو 150. لماذا؟ لأن N رتبة الموجة أو التوافقية هي عدد صحيح. أقيم ما قمت به، ألاحظ أن التردد 150 هو أحد التوافقيات، لأن التردد الأساسي 25 وال 150 ما هي إلا مضاعف من ال 25 هرتز، والتردد 150 أحد هذه المضاعفات مضروب في 6. فيمكن حساب V تقسيم 2L 25 وقسمة 150 الرقم الأول والثاني. أي الأرقام أو أي الترددات يعطيني قيمة صحيحة يكون هو التردد الصحيح. الملخص، التعرف اليوم على الموجة الواقفة وحساب ترددات النغمات التوافقية لخيط مهتز. وفي النهاية أتمنى لكم الإفادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.